هذا يسأل عن طلب العلم، طلب العلم من أفضل الأعمال. تطلب العلم على العلماء، إذا وجدت العلماء في أي مكان تطلب العلم عندهم وهم يوجهونك الطريقة التي يسيرون عليها، يوجهونك. المعلم هو اللي يوجه الطالب على الكتاب، على وقت الدرس، على كل. معلم هو اللي يوجه الطلاب ويعين لهم الكتب التي يقرؤونها ويشرحها لهم. نعم.